اعتمرت امرأة وبعد الانتهاء من العمرة شمت في ثوبها رائحة بول، حيث كانت تحمل طفلها الصغير الذي يبلغ من العمر 3 سنوات، علما بأنها لم تجد بللا، فماذا يجب عليها من ناحية العمرة؟ العمرة صحيحة إن شاء الله، مجرد الشك لا يبطل العمرة، مجرد الشك لا يبطل العمرة. ثم أيضا ما ثبت أن البول حصل في الطواف، ما دام أنه ما حصل في الطواف، ما ثبت أنه حصل في الطواف وإنما يحتمل أنه حصل بعد الطواف فلا يؤثر. المهم أن عمرتها صحيحة إن شاء الله.